رحت الله عزب ان الكرام وصلتنا اليوم اللابتوب تدل القلاب ل 360 درجه، بس هالمره ما اجتك كروم، هالمره اجتك نظام ويندوز 10 وايضا لمس نصب جميع البرامج والالعاب تقريبا. المعالج مالتها انتل سيليرون من الجيل الثالث. يجي الرام مالتها 4، الذاكره مالتها الداخليه 32 جيجا، هاي المواصفات مالتها. انتل سيليرون من الجيل الثالث، رام 4، نظام ويندوز 10 64 بت. وكذلك تجي اللابتوب لمس مثل ما ذكرنا. نصب تقريبا جميع البرامج عدا البرامج الهندسيه والبرامج مال التصميم القويه. حجم الشاشه يجي 12 انج فول اتش دي. الدقه مالت الشاشه فول اتش دي بحجم 12 انج. طبعا راح يجيك منصب بيه التليجرام، الفايبر، الماسنجر، فيسبوك، وايضا راح يجيك الجوجل كروم منصب كامل وجاهز. يعني انت راح توصلك اللابتوب مجرد ما تكنكها على الانترنت تبدي تشتغل بيه. اللابتوب يجي الوزن مالته خفيف جدا، يعني ما راح يزعجك وكانما شايل كتاب بايدك، تقدر تاخذه وياك للكليه او للمدرسه او للدروس مالتك. طبعا حبايبي نحب ننوه على المداخل مالته اللي هو منفذ الاتش دي ام اي، تقدر تربطه على شاشه كبيره او على التلفزيون. ايضا منفذين يو اس بي، منفذ اس دي رام، وايضا عندك من الجانب الاخر منفذ للهيدفون، منفذ الباور، منفذ الفوليوم. كل هذا زبائننا الكرام راح يكون بسعر مفاجئ وجوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.